السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل أكلة سريعة، هنعمل صينية بطاطس ولحمة مفرومة على طول. هنقيد الصينية هنا على النار، هننزل الأول البصل بتاع البطاطس. انتوا عارفين وقت المدرسة بقى قليل، اللي بتجيب أولادها من المدرسة هنا على طول. هنحط بقى الفلفل معاه يتشوح معاه، هنحط الفلفل والبصل. أكلة سريعة وسوية. انا هنا بقى عشان انجز وقت، معلش الوقت اتاخر عندي، رحت عامله هنا ايه، فاصوليا خضراء طبختها وما صورتهاش معاكم عشان عيالي جم من المدرسه جعانين، وانا بقى الوقت ايه كان قليل بالنسبه ليا، ورحت على طول عملتها. وهحط شويه توابل انا عاملاها، دقة او شويه توابل كده، 7 بهارات. هنشوح كل ده مع بعض. هننزل بالبطاطس زي ما انتم شايفين حضراتكم، وهنعمل معاكم اللحمه مفرومه نص ساعه لاولادها ياكلوا. الاكل سريع جاهز. انا اولادي بيحبوا صينيه البطاطس، بعملها لهم على طول زي ما انتم شايفين حضراتكم. وثوم، شويه ثوم بشرهم زي ما انتم شايفين. وهنشوح كل الكلام ده على النار، وبعد كده هننزل بالطماطم قدامكم زي ما انتوا شايفين حضراتكم. هنا يا حبايب قلبي معانا الحله بتاعت اللحمه، على طول هنخرط البصل، هنشوح البصل. الست الناصحه ايديها هنا وهنا، شوف انا ايديا في الحالتين، هنا البصله زي ما انتوا شايفين، وهناك البطاطس والفاصوليا. الست الناصحه تعمل كل حاجه في وقت واحد. البصل بس يدبل، وبعد كده ننزل بايه؟ باللحمه المفرومه. وهنا البطاطس معاكم اهي بتتشوح، انا لازم اشوحها، التشويحه دي مهمه جدا يا حبايبي. ونسمي الله، اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنحط معاكم مكعب مرق اهو يا حبايب قلبي. كده كل الكلام ده اهو، هننزل بقى معانا بالطماطم. كل ده يستوي مع بعض اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين نزلنا كل كميه الطماطم. عندك شوربه حطي، هنزودها شويه كمان وخلاص. اهو حطينا كل المكونات اللي عندنا. هي يا حبايب قلبي البطاطس جهزت، والفاصوليا انا عملتها ما ورتكوش، وادي البصله اهي بتاعت اللحمه. قبل ما تخش على الصفران هنزل ايه معاكم اللحمه. اهو يا حبايب قلبي هنغطي صينيه البطاطس بالسلوفان مع نفسيها. الفاصوليا دي يا حبايب قلبي انا عملتها ازاي؟ قطعتها، خرطت البصله الاول، بعد ما خرطت البصله شوحتها الفاصوليا معاها، وبعدين طشيتها بالطماطم اتسبكت. بعد ما اتسبكت طشيت الصلصه كده وزودتها الشوربه، وتاكليها كده خضرة وجميله وزي الفل، تستاهل بقك. هنا خلاص البصله اهي، هنحط اهو يا حبايب قلبي البصله اتشوحت، هنحط اللحمه ونحط الفلفل ونحط التوابل بتاعتنا ونسيبها بقى مع نفسها. هي كانت متلجه شويه ما صبرتش عليها عشان ولادي جعانين، فعلى طول كده حطينا كل المقادير ده. الفلفل ده بقى نحطه، والبهارات بتاعتنا كلها نحطها، فلفل اصلا بقى و7 بهارات. وهنحط معانا الثوم، دي 7 بهارات. هنحط معاك الثوم ونوطي عليها بقى لما تتشوح كلها مع بعضيها زي ما انتوا شايفين. هنوطي عليها حبيت ايه ما نقلبها زي ما انتوا شايفين حضراتكم، نفضل نقلب فيها لما تتشوح خالص، وبعدين نغطيها بقى ونرجع لها تاني تكون فكت. يا حبايب قلبي اللحمه جهزت معاك، والبطاطس جهزت معانا، وادي الفاصوليا اللي عملتها. قلت لكم بقى انا استعجلت وعملتها، ما تنسوش التعليقات الجميله اللي بتسعدني، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد. ومع السلامه يا حبايبي، فيديو جديد.